السلام عليكم، معكم دكتورة شيماء سعد من قسم علوم أساسية من مودرن أكاديمي فور إنجينيرينج أند تكنولوجي. هنشرح الجزء العملي الخاص بالكورس بتاع فيزيكس 1. المفروض التجربة اللي عندنا النهاردة هنشرحها اسمها ميكانيكال إكويفلنت أوف هيت، يعني مكافئ الميكانيك الحرارة. التجربة موجودة عندي في الكتاب صفحة 40. في البداية خالص لازم أعرف عندي في أي تجربة، لازم أعرف الإيم بتاعها، لازم أعرف الهدف من التجربة بتاعتي. تجربة النهاردة الهدف منها هو determination of mechanical equivalent of heat، يعني عايز أعين المكافئ الميكانيكي الحراري. المكافئ الميكانيكي بتاعي ده رمز بتاعه جي، يعني جي عندي مجهولة أو اللي هي الأنون بتاعتي اللي أنا عايز أعرف قيمتها بكام في التجربة النهاردة. طيب تاني حاجة عند البيزك سيري النظرية بتاعت التجربة، في البداية طبعا لازم أعرف يعني إيه ميكانيكال إكويفلنت أوف هيت، أو يعني إيه هو التعريف بتاعه بالظبط الديفينيشن. قال لي التعريف بتاع الميكانيكال إكويفلنت أوف هيت أو الجي هو عبارة عن ريشيو بتوين إلكتريكال إنرجي ذات كونفرتد تو أماونت أوف هيت، يعني عبارة عن النسبة ما بين الطاقة الكهربية اللي بتتحول لكمية من الحرارة. لو جيت أترجم الكلام ده وأحطه عندي في ريليشن هلاقي عندي جي هتساوي إي أوفر كيو. الاي عندي ديت اللي هي تعبر عن الالكتريكال انرجي، دي الطاقه الكهربائيه، لكن الكيو عندي دي الاماونت اوف هيت، دي كميه الحراره. طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام من النص التعريف بتاعي ان الالكتريكال انرجي ان الطاقه الكهربائيه هتتحول عندي لاماونت اوف هيت، لكميه من الحراره. طيب ده بيحصل ازاي؟ لو جيت بصيت عندي في الدائره الكهربائيه دي، الدائره اللي قدامي ديت هي دي الدائره انا بستخدمها في التجربه اللي اقدر اطلع منها القيمه بتاعه الجي. طيب الدائرة دي بتتكون من ايه؟ في عندي في البداية خالص البطارية بتاعتي او الباور سبلاي، وبعد كده متوصلة بالريوستات، وفي عندي الاميتر والفولتميتر، وهبص الاقي في عندي الكالوريمتر اللي هو المسعر، المسعر ده حاطة فيه كمية من المية، وهبص الاقي في عندي كمان هيتنج كويل اللي هو ملف تسخين. ملف التسخين ده هلاحظ ان انا حاطاه غطساء او غمراه جوه المية، وفي عندي كمان ترمومتر. طيب ايه اللي بيحصل عندي في التجربه؟ في التجربه بتاعتي في البدايه خالص لازم اقيس عندي الحراره الابتدائيه او الانيشال تمبريتشر بتاعه الميه قبل ما اشغل التجربه. طيب بعد كده ايه؟ بعد كده المفروض عندي بشتغل عندي الباور سبلاي بتاعي، هلاحظ ان هيحصل عندي تيار هيمر في الدايره. لما التيار عندي هيمر هيبتدي الملف بتاعي دوت، ملف التسخين اللي موجود جوه الميه، هيبتدي يسخن عشان التيار بيمر جواه. لما يبتدي يسخن هلاحظ ان هو هيسخن مين معاه؟ هيسخن الميه اللي هو محطوط فيها والمسعر اللي هو محطوط في قلبيه الميه. يبقى حاجتين عندي هيسخنوا، اللي هو الكالوريمتر المسعر بتاعي والووتر اللي موجود عندي. طب هلاحظ عندي الزياده في الحراره دي ازاي من المؤشر بتاع الترمومتر؟ انا قلت في البدايه خالص انا كنت حاسبه تي انيشال درجه الحراره الابتدائيه بتاعه الميه قبل ما اشغل التجربه. بعد ما ابتدي اشغلها بزمن معين او فتره زمنيه معينه هلاحظ عندي ان الترمومتر درجه الحراره بتاعتي زادت. يعني لو فرضنا ان هي في البدايه خالص كانت 25 انيشال تمبريتشر بتاعتي، هبص الاقي بعد زمن معين هلاحظ ان درجه الحراره ونفرض ان هي بقت 26 وبقت 27، وكل ما سيبها وقت اطول كل ما الاقي درجه الحراره عندي بتزيد. طيب الكلام دوت اقدر اعوض بيه واشتغل ازاي عندي في القانون؟ قال لي القانون لما اجي عندي افك الاي وافك الكيو اللي هي الالكتريكال انرجي والكميه الحراره اللي عندي، هبص الاقي عندي ان الجي بتساوي في اي تي، يعني الاي عندي هتساوي في اي تي، اما الكيو عندي هتساوي ايه؟ هتساوي ام سي بلس ام سي. الام الاولانيه دي قال لي اسمها ام سي او ام اوف سي. ام اوف سي يقصد بيها الكتله او الماس بتاعه الكالوريمتر بتاعه المسعر بتاعي اللي انا حاطه في قلبيه الميه. طب السي سي ديت او السي اوف سي عباره عن ايه؟ قال السي ديت يقصد بيها السبيسيفيك هيت، الحراره النوعيه. احنا عارفين الحراره النوعيه هي بتبقى قيمه ثابته لنوع الماده الواحد. طيب بعد كده هقول بلس ام دبليو سي دبليو، يعني عندي الماس بتاعه الووتر الكتله بتاعه الميه والسي بتاعه الميه السبيسيفيك هيت بتاعه الميه. هلاقي كل دوت مضروب في الدلتا تي، دلتا تي دوت اللي هي تشينج في تمبريتشر اللي هو التغير في درجه الحراره اللي هو عباره عن تي فاينل ماينس تي انيشال، يعني الشكل النهائي عندي للقانون بتاع الجي هيبقى بالصوره ديت. طب دلوقتي المفروض احنا عرفنا من الدايره اللي عندي واللي بيحصل فيها ان اللي بيحصل ان بتحول عندي الطاقه من صوره لصوره، بتتحول عندي من الكتريكال انرجي من الطاقه الكهربائيه لما شغلت الدايره بتاعتي اتحولت عندي لطاقه حراريه اللي هي اماونت اوف هيت. عرفتها ازاي؟ من الترمومتر الحراره بتاعته لما زادت. طب انا عايز اجيب عندي القيمه بتاعه الجي، اجيب قيمه الجي ازاي؟ هلاقي عندي ان هوت في رموز كتير موجوده. طب انا هشتغل على مين بالظبط؟ المفروض عندي اي تجربه انا اللي بشتغل فيها بقى في متغيرين اتنين بس هما اللي بيتغيروا عندي طول التجربه. معنى الكلام دوت ان بقيه الحاجات اللي موجوده عندي او الرموز اللي موجوده عندي دي هتبقى ثوابت في التجربه. طب مين الثوابت اللي عندي ومين المتغير؟ الثابت اللي عندي هو الفي، الفي ده اللي هو بوتنشال ديفرنس فرق الجهد، والاي اللي هو الشده بتاعه التيار عندي. هلاقي عندي الفي والاي،
القرايتين دولت يبقوا ثابتين عندي طول التجربه مش هيتغيروا، يعني لو خدت القيمه بتاعتهم في اول التجربه هي هي لو خدتها في اخر التجربه. طيب ال M وال C بتاعت المسعر وال M وال C بتاعت الميه هما دولت كلهم بيبقوا جيفن عندي، بيبقوا مكتوبين عندي في ورقه كده هوت او تيكت مكتوبه عندي على المسعر من بره، موجود فيه كتله وال C بتاعت كل واحده فيهم بتاعت الميه وبتاعت المسعر. طب يبقى معناها الكلام ده كله مين اللي بيتغير عندي ومين ثابت؟ يبقى في عندي اللي بيتغير بس هو التي سمول والدلتا سي. التي سمول ديت عباره عن ايه؟ عباره عن زمن اللي هو التايم، تمام؟ انهي تايم؟ التايم اللي بتاخده الميه عشان درجه حرارتها تزيد مثلا من 25 ل 26 او من 26 ل 27. طب الدلتا تي دي اللي هي مين؟ اللي احنا قلنا الفرق في درجات الحراره اللي هي التي فاينل ماينس تي انيشال. يعني معنى الكلام دوت ان احنا مفروض التجربه بتاعتي هتبقى شغاله بين حاجتين متغيرين بس، اللي هما التايم اللي هو تي سمول، وما بين الدلتا تي اللي هو الفرق في درجات الحراره. طيب هنتنقل بقى دلوقتي للعمل بتاعنا عشان نشوف الخطوات اللي احنا هنعملها. في البدايه خالص احنا قلنا اي تجربه فيها حراره لازم احسب عندي تي انيشال درجه الحراره بتاعه الحاجه اللي موجوده عندي قبل ما اشغل التجربه. طيب انا هبص عندي هلاقي ان هوت المفروض ده جوه عندي ان هوت فيه الكالوريمتر بتاعي فيه المسعر، وحاطه فيه كميه الميه ومغطاسه في قلبيه اللي هو الكويل بتاعي، وحاطه فيهم اللي هو الترمومتر، وعندي دوت الاميتر وده الفولتميتر ودي الريوستات وده الباور سبلاي. في البدايه خالص هبتدي احسب عندي او اشوف القرايه بتاعه الحراره بتاعه الميه. هشوفها ازاي؟ هبص الاقي عندي الترمومتر المفروض السكيل بتاعه من 0 ل 100 ماشي ازاي؟ ماشي 0 10 20 30. طب انا باخد قرايتي ازاي؟ هلاقي عندي فين اهوت في سائل احمر كده اهوت، الماده الحمراء اللي جوه والسائل الاحمر اللي جوه عندي ده انا بشوف واقف فين بالظبط، ومكان ما هو واقف فيه ابتدي اخد القرايه بتاعتي. طب باخد قرايتي ازاي؟ المفروض القرايه بتاعتي باخدها بشكل افقي، يعني ولا من فوق ولا من تحت، لازم مستوى نظري يبقى في مستوى نظري في مستوى افقي للمكان السائل بتاعي دوت. طب احنا لو جينا بصينا ان اهوت هلاقي درجه الحراره بتاعتي هتبقى هنا تقريبا هتبقى تقريبا كده 27 درجه، فده معناه ان التي انيشال بتاعه المايه بتاعتي جوه ديت درجه الحراره بتاعتها 27. طيب المفروض انا هعمل ايه بعد كده؟ المفروض انا هحسب دلوقتي هعلي ازود درجه الحراره بتاعتي، وفي نفس الوقت هحسب معايا الزمن بتاعي على الستوب ووتش. يعني ايه؟ يعني هزود درجه الحراره عندي كل درجه، وكل درجه دي هشوف هتاخد عندي هنا تايم قد ايه بالظبط. طب يعني انا المفروض هعمل ايه بعد ما خدت التي انيشال؟ هبتدي عندي هفتح الباور سبلاي، بس في حاجه، اول ما افتح الباور سبلاي بتاعي لازم في نفس الوقت افتح الستوب ووتش، تمام؟ يبقى انا هفتح كده الاثنين مع بعض، هبتدي الاقي عندي ان اهوت التايم هيبتدي يعد، تمام؟ واللي هيحصل عندي في الدايره زي ما قلنا هيبتدي التيار يمر ويعدي في الكويل، وهبص الاقي عندي درجه الحراره بتاعه المايه بتسخن، الترمومتر بيعلى. طب انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا المفروض دلوقتي قلنا التي انيشال عندي 27، طب انا المفروض اخد الزمن بتاعي امتى؟ اخد الزمن بتاعي لما التي انيشال لما التي عندي ديت تزيد درجه، يعني كل ما تزيد درجه كل ما اخد الزمن مقابل ليها قد ايه بالظبط. يعني انا كانت بدايتي 27، يبقى المفروض بعد كده اول ما توصل لل 28 اشوف التايم بتاعي هنا وصل كام بالظبط. القرايه اللي بعدها اول ما توصل ان هو 29 اخد القرايه بتاعت الزمن بتاعي قد ايه بالظبط. طيب انا هاخد عندي ان هو كام قرايه؟ هاخد 5 قرايات، يعني الانيشال بتاعتي خالص تبقى 27، هبتدي ازود عليها كل درجه، وفي كل دوت مقابل ليه هاخد الزمن بتاعي. طب في نقطه، انا المفروض عندي الستوب ووتش مش هتتقفل، يعني كل دلوقتي هنفرض احنا دلوقتي وصلنا لدرجه الحراره ال 28 اللي هي زودت درجه، المفروض هعمل ايه؟ هاخد التايم عندي اللي موجود بالظبط على الستوب ووتش. طيب دلوقتي هتزيد وتعلى درجه حراره ثانيه، المفروض بقى اقفل الستوب ووتش وارجع اصفرها واشتغل تاني؟ لا، الستوب ووتش عندي هتفضل شغاله، يبقى الستوب ووتش هتتفتح في اول التجربه مع الباور سبلاي، ومش هتتقفل غير في اخرها خالص بعد ما اخد الخمس قرايات بتوعي، لان ما اقدرش اقفل الستوب ووتش بتاعتي، لو قفلتها انا كده مش هقدر اتحكم في الحراره بتاعتي واقدر اوقفها هي كمان، فعشان كده لازم اشغل الستوب ووتش بتاعتي تفضل شغاله. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هبتدي اخد عندي كل القرايات لغايه ما اخد خمس قرايات، واخد في المقابل ليها القرايه عندي بتاعه الستوب ووتش. طب هنحط الكلام ده كده على الجدول بتاعي. الجدول بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ قلنا في البدايه خالص لازم احسب عندي التي انيشال لازم احسب عندي درجه الحراره الابتدائيه بتاعه الميه. احنا لقيناها هنا طلعت 27، بس احنا هنا فرضناها ان هي ب 25، تمام؟ طيب يبقى المفروض انا عندي ان هو درجه الحراره الابتدائيه المفروض اكتبها 27 سليزيوس. بعد كده في الجدول بتاعي هلاقي في ايه؟ هلاقي في عندي التي فاينل، وهلاقي في عندي الدلتا تي، ولا في عندي تي سمول اللي هو يقصد بيها التايم.
طب انا دلوقتي التي فاينل هتبقى عباره عن ايه؟ قلنا التي فاينل ان انا بزود درجه الحراره كل درجه واحده، يعني انا دلوقتي لو كنت بادئه ب 25 يبقى المفروض القرايه بتاعتي اللي هاخدها هتبقى عند ايه؟ عند 26، ما الحراره توصل ل 26. طب القرايه اللي بعدها هتبقى 27، اللي بعدها هتبقى 28، يبقى انا الحراره بتاعتي بزودها كل درجه حراره واحده. طيب انا عايز اجيب الدلتا تي، لان القانون بيقول لي ان هو عايز يحسب الدلتا تي مش عايز التي فاينل. الدلتا تي عباره عن تي فاينل ماينس التي انيشال بسليزيوس. يعني دلوقتي لو حابه اجيب اول قرايه عندي هقول 26 ماينس ال 25 يعني 1. طيب تاني قرايه عندي هتبقى 27 ناقص 25 اللي هي 2. يعني معنى الكلام ده ان فرق درجات الحراره انا بمشي درجه درجه 1 2 3 4 5. طيب بعد كده قلنا في المقابل كل ما بيزيد درجه كل ما ابتدي اسجل التايم اللي بيطلع عندي على الستوب ووتش. طيب انا المفروض عندي التايم بيطلع ايه؟ بالسكند. المفروض انا حاطه اليونت اللي انا بشتغل بيها بالسكند. طيب فرضنا ان في الاول خالص طلع عندي مثلا 54 ثانيه، يبقى انا هكتب ايه؟ هكتب في القرايه الاولانيه خالص 54 ثانيه. طب افرض القرايه الثانيه اللي جت بعدها جت بعد كام؟ جت بعد دقيقتين و15 ثانيه. طب انا المفروض ايه؟ المفروض القرايه عندي كلها هتبقى بالثواني، يبقى هعمل ايه؟ يبقى هاخد الاثنين اللي هما الدقيقتين هضربهم في 60 عشان احولهم لثواني، وهجمع عليهم ال15 اللي هو الثواني الثانيه ديت، يبقى كده القرايه كلها بتاعتي اتحولت لثواني. ليه؟ لان احنا قلنا التايم بتاعي كله لازم يبقى موجود بالسكند، مفيش عندي حاجه تبقى بالدقايق خالص. طيب بعد كده انا المفروض هعمل ايه؟ المفروض هاخد عندي نتائج دي هبتدي ارسمها عندي على الجراف. طب هاخد اني واحد فيهم؟ ان قلنا القانون بتاعي هنا هوت مين حاجتين اللي بيتغيروا؟ قلنا اللي هما التي والدلتا تي. يبقى معنى الكلام ده التي والدلتا تي هما الاثنين دولت اللي هرسم العلاقه بتاعتي ما بينهم او الجراف بتاعي. طب هرسمهم ازاي؟ المفروض عندي الاكس اكسس والواي اكسس. الاكس اكسس برسم عليه طبعا الدلتا تي. ليه برسم عليه الدلتا تي؟ لان احنا قلنا الاكس اكسس ده هو الاكسس اللي انا بحط عليه الحاجه اللي انا بتحكم في التغير بتاعها. انا قلت ان انا هغير درجات الحراره بتاعتي بمعدل درجه واحده في كل قرايه، تمام؟ يعني معنى الكلام ده ان احط عندي الدلتا تي على المحور بتاع الاكس، وهتبقى عندي درجه الحراره هتبقى اليونت بتاعتها بسليزيوس، وابتدي احط السكيل بتاعي. احنا هنا ماشيين كل درجه، فابتدي احطه كل درجه 1 2 3. طيب الواي اكسس بقى اللي هو احط عليه التي سمول اللي هو عباره عندي عن التايم بالسكند طبعا، وابتدي احط هو كمان السكيل بتاعه، وبعد كده ابتدي احط نقط بتاعتي زي ما موجوده في الجدول القائم بتاعتها بالظبط. طب بعد كده هنرسم الخط بتاعي افرج ما بين النقط، وبعدين عشان اجيب السلوب بتاعي عشان اقدر اعوض بيه في القانون لازم اعمل ايه؟ لازم اختار نقطتين عندي من على الخط، تمام؟ النقطتين دولت باخد الكورديشنز بتاعتهم الاحداثيات بتاعتهم، بشوف هنا عندي دي نقطه واحد فاللي هتقابلها هنا انا عندي على محور واي هي واي 1، ونقطه 2 هتقابلها عندي الناحيه الثانيه هي واي 2. طب المقابل ليه على محور اكس مقابل واي 1 هتبقى اكس 1، ومقابل واي 2 هتبقى عندي هي كمان اكس 2. بعد كده هبتدي اعوض واجيب الاسلوب بتاعي اللي هو عباره عن واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1. طب لو جيت لاحظت الاسلوب بتاعي قلنا عباره عن واي اوفر اكس. الواي عندي اللي هو مين؟ اللي هو تي سمول اللي هي التايم بتاعي، اوفر دلتا تي اللي هو مين؟ اللي هي التمبريتشر الفرق في درجات الحراره. طيب اليونت بتاعت الاسلوب بتاعي عباره عن سكند بير سليزيوس. يبقى دلوقتي الاسلوب عندي القيمه اللي هتطلع لي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن التي اللي هو التايم اوفر دلتا تي اللي هي الفرق في درجات الحراره. معنى كده لما اجي اعوض عندي في القانون اللي هو بتاع الجي هيبقى احنا قلنا ايه؟ قلنا كل الحاجات دي كلها ثابت، الفي ثابته والاي والام والسي بتاعت المايه والمساعر، تمام؟ مضروبه عندي ان هوت في تي اللي هو التايم اوفر دلتا تي اللي هي التمبريتشر. قلنا تي اوفر دلتا تي هي الاسلوب، يبقى معنى الكلام ده الجي هتساوي الكلام ده كله مضروب في الاسلوب. انا شلت التي اوفر دلتا تي اوفر دلتا تي وعوضت مكانها بقيمه الاسلوب اللي انا جبتها من فوق. طب اليونت بتاعتي هنا ايه؟ اليونت بتاعه الجي عندي جول بير كالوري. طب اخر حاجه بقى واهم حاجه المفروض نعرفها ازاي انا اخد عندي القرايه بتاعه الفولتميتر والقرايه بتاعه الاميتر. طب انا المفروض قلنا قرايه الفولتميتر وقرايه الاميتر هما المفروض قرايتهم ثابته طول التجربه، يعني ما حصلش فيهم اي تغيير. طب يعني خدتهم في اول التجربه، خدتهم في نص التجربه، خدتهم في اخرها، الموضوع مش هيفرق معايا، بس اهم حاجه اعرف ازاي باخدهم. طب هعرف ازاي؟ انا لو جيت بصيت عندي ان هوت، لو جيت شرحت على واحد فيهم، يعني لو شرحت دلوقتي شرحنا الكلام بتاعنا على الفولتميتر نفس الكلام اللي هتشرح دلوقتي على الفولتميتر هو نفسه اللي هيتشرح عندي على الاميتر، يعني الكلام اللي هشرح على الفولتميتر هطبقه هو كمان مره كمان على الاميتر بتاعي. طب ايه بقى ازاي هاخد القرايه بتاعتي؟ انا لو جيت بصيت هلاقي عندي ان هوت الفولتميتر بتاعي المفروض بيخرج منه طرفين بس، تمام؟
بعد كده هبص الاقي الطرفين دولت المفروض بخرجهم ازاي. هبص الاقي عندي هنا بيبقى فيه اصلا في الاساس تلات اطراف، مبقاش فيه طرفين بس، بقى فيه تلاته فيه اربعه، المهم بيبقى فيه اكتر من الطرفين. هبص الاقي عندي فيه طرف كده اهوت، ده مكتوب عليه السالب، ده السالب بتاعي، ده اللي بوصل بيه الطرف، اول طرف. طيب الطرف التاني هوصله ازاي؟ هبص الاقي عندي ان هو الطرفين التانيين بلاقيهم كمان لينهم زي بعض بالظبط. ليه؟ لان هما الاتنين دولت بيعبروا لي عن السكيل، عن التدريج، دلوقتي اللي هيحدد لي ان انا اخد قرايتي ازاي والشرطه بكام واخد القرايه ازاي بالظبط. طيب انا دلوقتي عندي في سكيل موجود عليه كام؟ موجود عليه 3، يعني يقصد بيها ماكسيمم الفولت اللي هيقراه هو 3 فولت. لو جيت وصلت السلك بتاعي هنا اهو بالشكل ده، معناها ان هو ايه؟ معناها ان هو هيقيس ماكسيمم 3 فولت. طب لو جيت وصلته على السكيل اللي بعده اللي هو 15، يبقى معناها ماكسيمم التيار اللي فرق الجهد اللي هيقيسه عندي هو 15 فولت. طب انا دلوقتي مثبتاه عندي خلاص على السكيل اللي هو 15. طب اجي اخد بقى القرايه بتاعتي، اخدها ازاي؟ هبص الاقي فوق عندي ان هوت في ايه، في عندي صفرين فوق بعض. ليه؟ لان هيبقى في عندي تدريجين، واحد خاص باللي هو 3 فولت والتاني خاص بال 15 فولت. هبص الاقي عندي واحد اوله 0 واخره 15، واحد اوله 0 واخره 3. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا دلوقتي لو بقى إيه؟ لو حاطه السلك بتاعي على السكيل 3 يبقى قرايتي هتبقى على التدريج اللي اخره 3، لو حطها على 15 يبقى قرايتي هتبقى على التدريج اللي اخره 15. طيب انا باخد القرايه بتاعتي هنا ازاي؟ انا بشوف المفروض المؤشر بتاعي واقف فين بالظبط وباخد القرايه. طب الرول عندي بتقول لي ايه؟ عشان نقول رول سهله نعرف نطبقها على اي حاجه عندي، على اميتر، على فولتميتر، على اي حاجه عندي انا لو اقدر اطبق عندي الرول دي. الرول دي بتقول ايه؟ لو احنا كده بصينا على البورد معانا، لو حطينا السكيل ده، السكيل ده زيه زي المسطره بالظبط، يبتدي من 0 وينتهي بخمسة. متقسم ازاي؟ متقسم 1 2 3 4 5. احنا عارفين في المسطره ان بين كل رقم والتاني بيبقى فيه 10 شرط صغيرين. طب افرض عندي المؤشر بتاعي ده جه وقف هنا بعد الواحد، تمام، بثلاث شرط، يبقى قرايتي هتبقى كام؟ هتبقى 1.3. طب ده معنى ايه؟ معناه ان الشرطه الصغيره اللي هو وقف عندها دي بكام؟ بواحد من عشره، 0.1. طب هو وقف بعد ثلاث شرط يبقى قرايتي عباره عن 1.3. طب انا عرفت ازاي ان الشرطه الصغيره دي ب 0.1؟ احنا كل اللي عملناه ان احنا جبنا الواحد، جبنا اول رقم بعد الصفر. مين اول رقم عندي بعد الصفر؟ الواحد. جبنا الواحد ده وقسمناه على 10 شرط دولت الصغيرين، يبقى 1 اوفر 10 بتاعتي دي، يبقى اللي عندي الشرطه الواحده طلعت بكام؟ ب 0.1. يبقى عشان اقدر اعرف الشرطه الصغيره دي بكام بالظبط، باخد اول رقم بعد الصفر واقسمه على 10 شرط دولت، يبقى دلوقتي 1 على 10 يبقى الشرطه عندي بواحد من 10. طب الرول بتاعتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي عشان اخد اي قرايه بعمل ايه؟ بعد الشرط، بشوف المؤشر واقف فين بالظبط واعد الشرط كلها الصغيره دي بدايه من الزيرو بتاعي، وبعدين اضربها في قيمه الشرطه الواحده. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي لو جينا طبقنا الرول بتاعتي على السكيل اللي عندي ده، هبص الاقي هنا عدد الشرط كام؟ دول 10 ودول 3، يبقى كده عندي كام شرطه؟ 13 شرطه. وقلنا الشرطه الصغيره الواحده من دول بكام؟ قلنا ب 0.1، 1 من 10، يعني معناها 13 في 1 من 10 هي 1.3 اللي احنا قلناها في الاول. طب اجي بقى اطبق الكلام ده على سكيل مختلف، السكيل بتاع الفولتميتر. لو بصينا قلنا السكيل بتاع الفولتميتر بتاعي هو اخره كام؟ 15. هلاقي عندي متقسم ازاي او متوزع ازاي؟ متقسم 0 5 10 15، وفي ال 10 الشرط لسه موجودين بين كل رقم والتاني. طب انا رول عندي هطبقها هنا نفس الكلام بالظبط، هقول عندي القرايه هاخدها ازاي؟ اشوف عندي المؤشر واقف عند الشرطه كام وبحسب الشرط بدايه من الزيرو بتاعي. طب الشرط اللي عندي هنا كام؟ دول 10 شرط من الصفر لخمسة 10، ومن بعد الخمسة وهو واقف عند الشرطه رقم 6، يبقى انا عندي كام كده؟ عندي 16 شرطه، هضربهم في قيمه الشرطه الصغيره ديت. طب هعرفها ازاي؟ هاخد اول رقم بعد الصفر اللي هو 5، هقسمه على 10، يبقى 5 على 10 بنص، يبقى الشرطه بتاعتي دلوقتي كام؟ بنص. يبقى انا قرايتي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن عدد الشرط في نص. عدد الشرط قلنا 16، يبقى اقول عباره عن 16 في نص، يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت قرايه بتاعتي اللي هي عباره عن 8 فولت. طيب نفس الكلام ده انا بطبقه بالظبط على الاميتر بتاعي. انا بشوف عندي هنا الاميتر بالظبط هو محطوط على السكيل كام؟ انا عندي ان هو متوصل عندي على السكيل اللي هو 1 امبير، وبعدين هشوف ان هو السكيل 1 امبير ماشي ازاي، واقول الرول عباره عن عدد الشرط في القيمه بتاعه الشرطه، اشوف قيمه الشرطه هنا اطلعها بكام واضربها في الشرط اللي واقف عندها، وبكده اقدر اجيب عندي القرايه بتاعه الاميتر وقرايه الفولتميتر بالرول اللي احنا شرحناها ديت. طب في النهايه ابتدي بقى ايه؟ نقول الملخص او السمري بتاع التجربه ككل. احنا الهدف عندي من التجربه ان انا عايز اعرف عندي القيمه بتاعه الجي، قلنا عشان اعرف القيمه بتاعه الجي
باخد عندي متغيرين بيتغيروا عندي طول التجربه، اللي هو التي سمول اللي هو التايم بيتغير مع الدلتا تي اللي هو فرق في درجات الحراره. وقلنا لازم اخد بالي كويس جدا ان انا قبل ما اشغل التجربه بتاعتي لازم احسب عندي التي انيشال، وبعدين ابتدي اشغل التجربه، وقلنا في نفس الوقت لازم افتح معايا الستوب واتش، وبعدين كل ما درجه الحراره تزيد درجه كل ما احسب التايم بتاعي، وابتدي ارسم العلاقه اللي منها اقدر اجيب عندي القيمه بتاعه الاسلوب، وبعد كده احسب عندي الجي اللي هي الثوابت كلها، وعرفنا الثوابت دي هنجيبها ازاي في الاسلوب بتاعي. واحنا قلنا الام والسي بتاعه المايه وبتاعه المسعر موجودين عندنا في الكتاب، بالاضافه ان هما كمان موجودين عندي نهوت في تيكت كده محطوطه على المسعر، بتحسب عندي بيبقى موجود فيها كل الام وكل السي بتاعه المايه وبتاعه المسعر. شكرا، كان معاكم دكتوره شيماء سعد من قسم علوم اساسيه من مودرن اكاديمي فور انجينيرنج اند تكنولوجي.